التحضرات. نعم. شنو كتقول المنتخب الوطني ايام قبل الثاني؟ منتخب وطني احنا بعدا خصنا منتخب حكومي او فريق حكومي. اذا كان عندنا واحد الفريق حكومي مزيان غادي يكون عندنا منتخب وطني مزيان. بالرغم من ذلك التشكيله الحكوميه بغيت نقول التشكيله الحكوميه اللي صوبت لنا هذا الفريق اللي دابا كيلعب، كنتمنى انه تكون عندنا سياسه كرويه اللي فعلا انها تعطي النتيجه. كنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي. انا كنتوقع اننا نصف النهايه كاينه، انا غير حلمت بهذه القضيه. احنا ما كنطمعوش نصف النهايه لحيت حشومه وعار فريق وطني بالقيمه ديالو وبالشكل ديالو وبالقوه ديالو اننا نتمنوا انه نمشيو للنهايه. خصنا نديو الكاس ولا شيء غير الكاس، لان شحال هذه خديناها بالنقاط، علاش ما نهزوش ونربحوا ونحاولوا نكونوا من الناس الاولين اللي فعلا لاننا كنستحقوا اكثر بصراحه، والاحلام ديالنا بسيطه باش نديو كاس افريقيا راه ماشي مستحيله، صعيبه شويه، ولكن الا كانوا المصريين داو بزاف ديال الكيسان بارك علينا غير كويس واحد، ونطمحوا لما هو احسن وما هو افضل، لاننا عندنا منتخب وطني بتشكيله زوينه. كنتمنى لرونار التوفيق. ما يبقاوش اللعابه يتواصلوا بزاف مواقع التواصل الاجتماعي، ما يبقاوش يتريني هما مكونيكتين، ركزوا شويه مع الكره فقط. عندها شهير ديالهم ولا انا كنظن يبقاو تما شهر ما يجوش بالزربه، وان شاء الله نجيبوا معنا الكاس. الى ما تحققش الحلم ديالي وهو الحلم اللي حلمت به هو نصف النهايه، ولكن نتمنى اننا نديو الكاس ونمشيو للنهايه. شكرا بزاف.